لمصلحة العراق، دخول إلى المنطقة، توغل، تسديدة، جول جول بعبق رائحة الكالتشيو. علي عدنان يسجل هدف في غاية الروعة، ويسار أسد بن أسود الرافدين ليعلن تقدم منتخب بلاده على منتخب تايبيه بهدف مقابل لا شيء. يا سلام عليك يا علي، يا سلام يا عدنان، تألق ياتي من الجهة اليسرى، توغل ياتي في أعماق قلب دفاع الصين، ويسجل من خلاله علي عدنان أول أهداف في المباراة ليعطي التقدم لمنتخب بلاده. شوف الكرة الماضية، شوف المرور، شوف المحاولة، تمويه مرور، يا سلام يا سلام، وبالقدم اليمنى. أوه يا عيني على كرة في غاية الروعة، بدأها سلام إلى ضرغام إلى عدنان بصبغة دفاعية. ومين يقول لاعبين الوسط والهجوم هم من يأتوا بالجمال في كرة. خلصت فرصة للثاني، يلا يا شباب، فرصة للثاني، يلا يا شباب، جول جول جول. هو الثاني يأتي الآن بأقدام عيال الملحة وبأقدام علي حسني، يسجل هدف في المباراة الثانية ويجعل العراق الآن بهدفين في وضعية مطمئنة قبل بداية النصف ساعة الأخيرة من أحداث هذا اللقاء. هدف مستحق من مرور يأتي بشكل مميز جدا، والتقدم يأتي بعد ذلك من علي حسني، ووصول بعد ذلك إلى منطقة الجزاء، وهدف يأتي من خلال كرة ملعوبة بشكل حلو. الحلو في أهداف المنتخب العراقي إنها ملعوبة، الحلو في أهداف منتخب العراق أنها تسر الناظرين. شو يا السلام يا السلام على على تمريرة ووحي بالقدم اليمنى في شباك الحارس لوكونكي، لوكونكي يسجل في مرمى. شوف يونس، شوف الكعب بعد ذلك، يا السلام، رقي رقي، هدف يسجل بماركة المدافع سامح عرضية في منطقة الجزاء، ياسين يسجل الثالث، هدف ثالث يأتي لأحمد ياسين ولمصلحة منتخب العراق، يسجل عن طريق البديل ياسين بعد كرة ملعوبة مثالية جدا، عرضية في منطقة الجزاء يضع من خلالها ياسين هدف في المباراة الثالث، وهدف أسود الرافدين الثالث. قلت بأنه يجب أن يكون الحضور رائعا بشكل مميز، يأتي الحضور مميز الآن بثلاثية نظيفة لأسود الرافدين، ومن خلال أحداث هذا اللقاء في ملعب باس ستيديوم. شوف يا سلام، البدلاء البدلاء، عطية كمان طارق وارتقاء من ياسين، وكرة في شباك حارس مرمى منتخب تايبيه لوكونكي، يعلن من خلالها ياسين، أحمد ياسين هدف رابع في لحظات كان من خلالها الإعادة للركلة الركنية، لكن لابد وأن تكون ليونس بصمة، لابد وأن تكون ليونس بصمة، ويونس يضع بصمته في مسك ختام للوحة عراقية جميلة هنا في إيران، يسجل من خلالها الهدف. تنفيذ ركلة الجزاء لجاستن عزيز، الإيثار ليونس يعطي العراق الخامس، كولومبوس كرو هنالك في بطولة الدوري الأمريكي، يضع الكرة في الشباك ويعلن عن خامس الأهداف لمصلحة المنتخب العراقي. خماسية حلوة، خماسية رائعة، رقميا مميزة. الآن الآن نتيجة جيدة للعراق، 1-0.